لقد أبدعت النساء الجزائريات في عيدهن العالمي بطريقة خاصة هذا العام، خصوصا عندما تصاعدت الهتافات وسط العرس النسوي بقاعة الأطلس الجزائر العاصمة تنادي باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الحفل الذي حضرته أكثر من 3000 امرأة بمختلف أعمارهن نشطه الشاب يزيد والشابة سهام بأغاني اهتزت لها القاعة مع المنشط المايسترو جلال. يوم الانتخابات لازم نشاركوا أكل من دون استثناء sans exception. En tout cas moi j'ai choisi mon camp على كل حال. المهم l'acte le plus important في الشعوب المتحضرة ما يهمش على من تتصوت، المهم لو فوت. ان شاء الله الجزائر دائما القدام. انا درت مون شوا فخامه رئيس الجمهوريه لو كانديدا ليبر مسيو عبد العزيز بوتفليقه. يا خويا في بلان شيري لولا ويل ماني دارو لها الشان صحافه على المان ماني دارو لها الشان. يا خويا تحيا الجزائر. النساء اللواتي حضرن الحفل كانت لهن كلمة في ميكروفون الموقع حول دور المرأة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة ومكانة العصر النسوي في عهد الرئيس بوتفليقة. La femme a fait énormément de progrès. Elle occupe des postes aussi importants que les hommes. لابد على كل امرأة أن تدلي بصوتها لرأي عبد العزيز بوتفليقة أو لمترشح آخر بنعم أو لا. فوتو نعم الجزائر باش نسكنوا بلادنا. Notre pays commence à se développer. Oui, mais surtout même côté de la femme aussi. عطى حرية أكثر للمرأة وعطاها الحقوق تاعها خاطر كانت محرومة من حقوق كثيرة. La femme, il faut qu'elle aille voter, c'est la principale des choses. Il faut que nous avancions quand même pour de bonnes choses et pour l'amélioration de nos jeunes, de notre pays, de la génération future. هذا العام على جال خدمت لاكارت جوست باش نفوت على بوتفليقة. خدمت لاكارت وعطاوها لي راهي في الدار راني فرحانة بزاف. والخطرة راح نفوتي درت لاكارت تاع الفوت سبيسيالمون باش نفوتي على بوتفليقة ولازم نفوتي انا ما نمد رايي حتى لواحد. وانا مريضة وندير لاجياليز ونقول لك راني نشكرك بزاف بزاف لك تعاون صحاب لاجياليز. في بوتفليقة نشكر بوتفليقة بزاف بزاف ملي جا هو تسقمت البلاد. كاين واحد يفرط في بابه حنا ولادك وانت بابنا وجامي ما نخلوك. حنا رانا مع بوتفليقة ان شاء الله العهدة الثالثة والرابعة حتى الممات وحنا مع بوتفليقة. هو اللي خرجنا من لا ديغيف، هو اللي رفد البلاد، هو اللي سقم البلاد.